مقابله ديال 6 نقاط. حنا ضيعنا النقاط في الجوله الماضيه. كان محتوى ديال المقابله ديال اليوم مستحسن، متباين، شوطين متباينين. حنا يعني سئما خرجنا متقدمين في الشوط الاول، لاعبين بلا ما نطلبوا منهم تراجعوا. هذا من جهه ثانيه كان المعطى الاخر يوسفيه برشيد، اعتمدوا بشكل اساسي على لاعب كره طويله في الظهر ديال المدافعين ديالنا. ظلم انهم ما هدوناش كثير، ربحوا الكره الثانيه اكثر منا في الشوط الثاني، لكن من بعد غامروا بشكل كثير، حتى كان تغيير في المراكز. كان مدافع اللي كذلك تم توظيفه كراس حربه، واعطى واحد لن اقول الكثافه، لكن اعطى واحد ايغاليتي نوميريك دون لو بوكس، اقلقتنا شويه الرياح كذلك، ما ساعدتش لو جو لون ديال برشيد. حنا في المرتدات في الشوط الثاني يعني سي ما ميموار بون، واحد 5 ديال الانفرادات درنا، ما تعاملناش معاهم بالشكل اللائق. تنحيي اللاعبين، تنشكرهم على المجهودات اللي داروا. اون فا ترافايي سور بلوس دو لوسيديتي دون لو بوكس. اللاعبين تيعيشوا اولا عندهم ذكرى سيئه الموسم الماضي، وثانيا كذلك هذا الضغط ديال اسفل الترتيب كذلك تيعطي غالبا ما تيعطي شحنات سلبيه الا ما تمش التعامل معه وتم تدبيره بشكل سوي. لكن على العموم تتبقى نتيجة طيبة، جد طيبة. احنا ما نخفيوش عليكم، منذ المجيء ديالي الفريق كان عنده 11 نقطة. الهدف ديالنا اعطينا كهدف وكحصيلة رقمية بالنسبة للخمس مقابلات المقبلة، واتفقنا ودرنا امباكت بأن تكون عندنا على الأقل في الدورة 20 تكون عندنا، نكون وصلنا لسقف 20 نقطة داخل البوكس. أولا أنا سنشكر أخريف لأنني وظفته كرأس حربة، هو وخافي، هذا من جهه، هو لاعب ديال الاطراف. انا نبدا بالجزء الثاني من السؤال، نبدا من السؤال الثاني. لكن انا ما نقدرش نلوم اللاعبين ديالي لانهم الاختيارات ديالي. الا لمت اللاعبين ديالي غادي نكون متناقض مع نفسي. انا هنا باش نساند اللاعبين ديالي من الناحيه المعنويه باش نطور الاداء ديالهم. ما يهمني هو القيمه المضافه وما يقدمونه من تيدخلوا او من تيبداوا المباراه. الذي يهمني هو المجموعه، هو لو كوليكتيف، يكونوا عارفين الادوار ديالهم الدفاعيه والهجوميه المنوطه بكل لاعب. وانا ذكرت فيما مناسب ان لو جروب كي مانتريس. من بعد تنشوفها من الجانب الايجابي، تنخلقوا فرص كثيره، هذا شيء ايجابي. سي با دو جور لون دوما، رحنا تنشوفوا مباريات اخرى دون تطلقات تهديد على المرمى قليل جدا. حنا تنهدوا المرمى باستمرار. المقابله الاخيره ضد وجده خلقنا 9 ديال الفرص ديال التسجيل. ان بروبليم دو لوسيديتي، سي مونتال. اللاعبين عندهم ضغط نفسي وذهني، حنا تندبروه بشكل لائق. يعني انا في طريق صحيح، لا اظن بانه وي اون ترافاي لا فينيسيون، ما تو بو ميم با ايماجيني. تنخدموا في الاناليتيك، في الجلوبال، في اون ترافاي سا. جو تانفيت تجي للتدريب. السؤال الاول ديالك، كاين مديري ديال التحكيم، هذا شيء لا يهمني، الراي ديالي نحتفظ به نفسي، لاننا ديجا لعبنا بزاف المقابلات، وانا افضل باش نركز على المجموعه ونبقى في مدينه طنجه، ما يتمش استدعائي لشي لجنه في الجامعه.